معانا دلوقتي الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي باسم مصلحه الطب الشرعي. دكتور هشام مساء الخير. اهلا، مساء الخير يا فندم. دكتور هشام، ليه اسبوع علشان تطلع نتيجه الاستكتاب ده؟ لان القضيه بتعد الفحص من جديد، احنا بنبتدي من نقطه الصفر. طيب يعني اللجنه دي حضرتك لجنه مختلفه تماما، ما لهاش علاقه بشغل اللجنه اللي فاتت، بتبتدي القضيه كانها من نقطه الصفر تماما، ما لهاش علاقه بشغل القضيه اللجنه اللي فاتت. طب هي المسألة مش مسألة مضاهات خط مريم بكراسة الإجابة المفترض إنها بتاعتها؟ يعني المسألة، يعني هل في حالات زي دي ممكن تاخد الفترة الطويلة دي؟ لا، هو أصل أبحاث التزييف والتزوير يا فندم مش شغالة على قضية مريم بس يا فندم، إحنا مخرجينها من الدور عشان تخلص، لكن هي أساسا أنا عندي مئات القضايا يا فندم. طب بس قضية مريم مثلا لو النهاردة مثلا عايزين نحسمها تاخد قد إيه؟ تاخد لها ساعة، ساعتين، ثلاثة؟ لا يا فندم، ساعة، ساعتين إيه يا فندم؟ ده شغل فني يا فندم، مش شغل نعم تصوير. أنا مش سامعك يا فندم، معلش. نعم، شغل فني يا فندم، ده شغل فني، مش شغل ساعة، ساعتين يا فندم. بس لا، يعني لو فرضنا جدلا انه مفيش ملفات تانية بيتم فحصها وفي ايدينا دلوقتي ملف مريم بس، الموضوع ياخد وقت قد ايه؟ بتختلف من حاله لاخرى يا فندم، على حسب احنا بنطور وبنعمل فيها شغل فني، الشغل الفني ده اللي هو تكبير وتصغير ومقارنه ومطابقه بين كل الحاجات، مش مساله يعني بالراحه قوي. اللجنه لما تجتمع يوميا ممكن تخلصها حوالي 3 أو 4 أيام، لأن أنت بتقارن استكتابات جديدة باستكتابات قديمة، بأوراق أولى ثانوي ثانية ثانوي، بالأوراق بتاعت الامتحانات. طب حضرتك شخصيا اطلعت على أوراق الاستكتاب اللي تم النهاردة؟ لا يا فندم، أنا طبيب شرعي ميداني، يعني أنا تخصصي أنا تشريح الجسامين والكشف عن المصابين والكلام ده. قسم أبحاث التزييف والتزوير ده قسم من أحد الأقسام الأربعة لمصلحة الطب الشرعي، وأنا مش متخصص في أبحاث التزييف والتزوير، لكن أنا بنقل المعلومات اللي أنا بصفتي كمتحدث أنا باخد المعلومات من نائب كبير أطباء شرعيين لأبحاث التزييف والتزوير، اللي هي مسؤولة عن أبحاث التزييف والتزوير في مصر. مفهوم. والنهاردة اللجنة كانت مشكلة من 5، منها نائب كبير الأطباء الشرعيين لشؤون أبحاث التزييف والتزوير اللي هي مسؤولة عن أقسام التزييف والتزوير كلها في مصر، ومعها وكيل وكيلة وزارة، ومعها مدير عام، ومعاها 2 مديرين ادارات، يعني 5 من كبار الـ. طب والتقرير النهائي، التقرير النهائي يا دكتور هشام، نفرض مثلا من 5 3 من اعضاء اللجنه قالوا ان المساله في صالح مريم، واثنين قالوا لا ضدها، يبقى تتاخد ازاي؟ يعني هي مساله تصويت، يعني كيف يمكن التوصل الى النتيجه؟ هي مساله اللجان. بص حضرتك يا فندم، مساله اللجان المفروض انه اي لجنه في الدنيا سواء عندنا او في القضاء، اللجان بالاغلبيه وليست بالاجماع، ما عدا في القضاء بس حكم الاعدام اللي لازم يصدر بالاجماع. انما احنا بالنسبه لنا في اي لجان عاده بنقدر يعني لو في خلاف ما بين الزملاء بيعملوا حاجه زي سيمينار صغير ويجمعوا كل الخبراء اللي موجودين في المكان ويناقشوه الى ان يصلوا الى راي واحد يعني. طيب احنا معانا في الاستوديو برضه دكتور هشام الدكتور مينا ملاك، وحابب يوجه سؤال لحضرتك. اتفضل يا فندم. مساء الخير معاك دكتور. اهلا، مساء الخير يا فندم. حضرتك قلت ان الشغل الطب الشرعي شغل فني، مش كده؟ بالظبط كده. تمام يا فندم. ممكن بعد اذن حضرتك تقول لنا ايه هي اللمسات الفنيه اللي ذكرها تقرير اسيوط واللي على اساسها قال ان الخط خط مريم؟ ايه الحاجات اللي وردت في التقرير، الحاجات الفنيه اللي وردت في التقرير؟ تمام. وخلت التقرير يقول ان الخط ده خط مريم اللي وردت في التقرير، ايه هي النقط الفنيه بالنسبه له؟ هو فحص ودرس ووصل لراي اللي هو وصل لحضرتك ان هذا الخط هو خطها. طيب. اما هو محتوى ومضمون هو عمل ايه، ده كله مكتوب عندك في محضر الاجراءات في التقرير. يا فندم، هو التقرير عباره عن 4 صفحات مش مكتوب فيها غير ان الخط خط مريم، لانها تتمتع بميزات خطيه متنوعه،
مش اكتر من كده يا دكتور. بس عايز والنبي اقول لحضرتك حاجه يا دكتور. هو حضرتك بينك بين مريم وبين الطب الشرعي في اسيوط يا فندم؟ لا انا مجرد بس وجهه نظر انا عايز اعرفها بس. يعني هم حضرتك ده المفروض تقرير فني مش كده؟ تقرير فني. مش متخصص في ابحاث التزييف والتزوير ولا انا متخصص في ابحاث التزييف والتزوير. انا متحدث باسم مصلحه الطب الشرعي وبنقل الراي الفني اللي بيجيني منهم. لكن انا لو انا لو انت حضرتك بتكلمني في تشريح جثه او بتكلمني في حاجه انا افتح معاك للصبح ان شاء الله. فندم احنا ان شاء الله بنسدك. بس انا كنت حابب بس اعرف ايه اللي ربنا ما يكتب علينا بالمساله دي يا دكتور هشام. دكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحه الطب الشرعي بنشكرك. بس يعني قبل ما نريم تحبي تسالي دكتور هشام اي حاجه؟ انا كنت هسال نفس السؤال. نفس السؤال بتاع الدكتور. تمام نفس السؤال. بنشكرك جدا دكتور هشام. شكرا لحضرتك. طب